السلام عليكم، معكم مهند غلام 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات في أبو ظبي والعين. اليوم زي ما انتم شايفين هنتكلم عن سيارتنا الموديل 21 من السوبربان الحجم الطويل. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله فول اوبشن، رنجات 22، كروم على الأبواب وعلى المرايات، شدات السقف، الرفع من الخلف، مساحة طبعا ما شاء الله بقت أكبر بكتير عن الموديل الاولي. 4 اكزوست من الخلف. الفئة اللي قدامنا اسمها بريمير، كاميرتين خلفيتين واربع كاميرات، يعني 5 كاميرات الاجمالي بتاعنا على المرايات وعند الشبك الامامي. نشوف من الداخل، اللون ما شاء الله جديد، تخشيب بوس ساوند سيستم، شاشة 10 انش، فريج وتلاجة في نفس الوقت، شاحن لاسلكي للتليفون، بانوراميك سان روف الشكل قدامنا اهو. نشوف المساحة الخلفية ما شاء الله، سيت متحرك. شوف المساحة الخلفية كمان للركاب، ركاب كبار ويفضل ورانا دبة كبيرة. نشوف مساحة الدبة، كل الدبة بتاعتنا شاشتين للعيال ورا طبعا، 12.6 انش، أكبر شاشات خلفية. ده شكل السيارة من الداخل عند السايق. عداد ديجيتال وهيد اب ديسبلاي 15 انش. السيارة طبعا بتكون 10 غيار 5.3، 355 حصان، 8 سلندر. بتفصل السيارة 6 سلندر وتمشي على سلندرين طبعا حسب الار بي ام عشان تاخد بترول اقل. واحنا شايفين بقيه السلندرات بتكون حره وديناميك حسب ما هي محتاجه من عزم وباور وتشغيل السلندرات. بتفصل السلندرات بدون تدخل من السائق، ده بيوصلها ان اللتر الواحد ماشيه في حدود 10 كيلو، وتانك البترول 98 لتر، يعني تفولت التانك مينيمم 700 كيلو مثلا حسب السواقه طبعا. ده شكل السياره وطولها، هي بالظبط زي التاهو بس اطول بحوالي 60 سنتي في الدبة. يلا هننتظر اتصالاتكم على مهند من بن حمودة للسيارات 050-516-3525. اهلا بكم.